التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل بدولة قطر الشقيقة وذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تعقد في الدوحة وخلال اللقاء كد سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان على ما تمثله الاجتماعات الوزارية من أهمية في تبادل أفضل الممارسات لمواصلة تطوير أنظمة سوق العمل الخليجية من خلال الاطلاع والاستفادة من مختلف المبادرات التي تصب أهدافها في تعزيز توطين الوظائف بالقطاع الخاص كما تم خلال اللقاء بحث سبل الاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة في التوظيف في القطاع الخاص واستعراض آخر المستجدات على هذا الصعيد